أدخل زعيم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية إبراهيم غالي المستشفى سرا في إسبانيا. واستطعنا تأكيد هذا الخميس المعلومات التي كشفت عنها جان أفريك بخصوص هذه الاستشفاء السري. لقد تم بالفعل نقل رئيس الجمهورية الصحراوية الديمقراطية من تندوف إلى سرقساطة في إسبانيا، حيث يعالج حاليا في مستشفى لغرنيو. ولا تزال إحدى التفاصيل مثيرة للفضول، حيث تم إدخال زعيم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في هذا المستشفى تحت الاسم المستعار محمد بن بطوش، الذي تم تقديمه على أنه مواطن أجنبي من جنسية جزائرية. هذه المعلومات التي كشفت عنها جان أفريك أكدتها لنا أيضا عدة مصادر مقربة من حركة البوليزاري والنظام الجزائري. يقال أن زعيم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية يعاني من مرض السرطان الذي يؤثر بشكل خطير على الجهاز الهضمي. واتضح أن الجزائر لعبت بالفعل دورا مهما في هذه الرعاية الطبية في إسبانيا. تطلب نقل زعيم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية إلى إسبانيا دعما مكلفا بعدة آلافات من اليوروهات. هاته الجزائر التي كانت ستفرج بسرعة عن الأموال اللازمة لتمويل هذا العلاج، كما علمنا من مصادر متطابقة. بطبيعة الحال لم يرغب أي مصدر رسمي في التعليق أو التأكيد رسميا على مشاركة الجزائر في هذا العلاج في إسبانيا، لكن العديد من المصادر غير الرسمية التي تعرف بشكل جيد السرايا الجزائرية لم تتردد في الاعتراف بأن العملية الكاملة للنقل الطبي لزعيم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية من تندوف إلى إسبانيا قد تم إنشاؤها والإشراف عليها من الجزائر العاصمة مع مشاركة السلطة العليا على وجه الخصوص. سلطات الدولة الجزائرية بدأت الاتصالات الرسمية مع السلطات الإسبانية للحصول على الضوء الأخضر والسماح لإبراهيم غالي بالعلاج على مستوى وحدة متخصصة في علاج الأورام في مستشفى لوغرينيو بالقرب من سرسقاطة. حسب بحثنا، هل الجزائر ستتحمل تكاليف مستشفى إبراهيم غالي في إسبانيا؟ تخاطر بإنفاق ما يعادل 5000 يورو في اليوم دون احتساب تكاليف السفر في طائرة طبية، والتي قد تكلف ما يصل إلى 40000 يورو لكل رحلة، بدعم فريق طبي متخصص للحالات الأكثر إلحاحا وخطورة. ولن تفشل هذه النفاقات البائدة في إثارة جدل حي في الجزائر، حيث يعاني الجزائريون من وطأة الأزمة المالية. وفي الأيام الأخيرة منع العديد من المرضى الجزائريين من السفر للخارج لتلقي العلاج لعدم وجود تصريح طبي. المعاملة التفضيلية التي منحتها الدولة لإبراهيم غالي هي فضيحة في ظل الصعوبات والمظالم التي يعاني منها الجزائريون العاديون.